مش هذا حجر السن بعد البرنامج. صاحبة السمو الملكي المعظمة، السادة الحضور الكرام، إن الأسرة الهاشمية الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم قد جسدت التآخي والمحبة بين جميع أبناء الوطن الواحد، وهذا نهج اهتطه الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية الأولى وورثه لأبنائه وأحفاده من بعده. لهذا كان هذا المغطس لممارسة الطقوس الدينية لأبناء الديانة المسيحية بحرية، هذا الموقع تعمد فيه السيد المسيح عليه السلام، حيث قام يوحنا المعمدان يحيى بتعميده في هذا المكان. نعم، لقد أظهرت المكتشفات الأثرية وجود عدد من الكنائس هنا، أبرزها كنيسة الياس وكنيسة يوحنا المعمدان. كلمة المهندس ضياء المدني مدير هيئة موقع المغطس، فليتفضل مشكورا. أصحاب السعادة، أصحاب الأخوان الحضور، أهلا وسهلا بكم. باسمي وباسم العاملين في هيئة موقع المغطس نتشرف بكم في هذا الموقع. هذا موقع عماد السيد المسيح الصغير بمساحته الجغرافية، الكبير بإرثه الديني والحضاري والتاريخي. في هذا الموقع تبدأ تاريخه وتأريخه الديني والتاريخي منذ سيدنا موسى عليه السلام عند نظر الأراضي المقدسة من جبل نيف والذي لا يبعد إلى بعض الكيلومترات من هذه المنطقة، وتوفي في هذه المنطقة وحمل الرسالة بعده إلياس عليه السلام الذي عبر النهر من غربيه إلى هذه المنطقة وصعد فيها للسماء بواسطة عربة جرة طول من نار كما ورد في العهد القديم، ومن ثم تسلم الرسالة من بعده تلميذه اليسع، ومن ثم تتوالى على ذلك قدوم يوحنا المعمدان من غربي النهر إلى برية شرقي النهر، برية يوحنا المعمدان متنسكا متعبدا منتظرا معمدا المؤمنين منتظرا قدوم المسيح ليعمده في هذا الموقع في نهر الأردن في موقع عماده في هذا الموقع. سيدتي أصحاب السعادة والحضور، نحن باشرنا العمل في هذا الموقع منذ عام 1996. هذا طبعا كان بعد توقيع اتفاقية السلام، حيث كان المنطقة هذه منطقة كانت منطقة عسكرية مغلقة، كان من الصعوبة في ذاك الوقت أي عمل أي تطوير في هذا الموقع، ولكن مجلات الموقع كان موجود، الناس يعرفون هذا الموقع جيدا، ولكن صعوبة الأوضاع الأمنية في ذاك الوقت كان من الصعب أنه تطوير هذا الموقع. بعد اتفاقية السلام قام فريق أثري أردني متخصص من دائرة الآثار الأردنية بعمل التحريات الأثرية، حيث تم اكتشاف 11 موقع أثري ديني في هذا الموقع يعود بها إلى معمود السيد المسيح عليه السلام، والمتمثلة في الأجرة الكنائس كهوف الرهبان محطات الحجاج فرق التعميد. وطبعا اعتمدت الحفريات والدراسات في ذاك الوقت على ثلاث ركائز، أنا أقول أربع ركائز. الأولى هي ما ورد في الإنجيل المقدس بعهدي القديم والجديد، تحدث في إنجيل في عفوا في سفر الملوك في سفر يوشع، تحدثنا في إنجيل لوقا، تحدثنا في إنجيل يوحنا عن قدوم المسيح وما ورد في إنجيل يوحنا في آية 28 الباب الأول. هذا ما جرى في بيت عينة عبر الأردن حيث كان يوحنا يعمد. هنا يدعى بين بيت عينة هي العزرية، يدعى في عزرية في الضفة الغربية من النهر، وهنا بيت عينة عبر الأردن هو عبور النهر إلى شرقيه، وهذه من الدلالة الأولى. طبعا في آيات كثيرة في الإنجيل تؤكد موقع عماد المسيح ومعمديته في موقع المغطس. الدلالة الثانية هي وصف الرحال والقديسين أمثال أنستاجس أنتونينوس أبيثانيوس اللي وصفوا وصف دقيق لهذا الموقع منذ بدايات القرن الخامس الميلادي، هي 5 أميال شمال البحر الميت مقابل مدينة أريحة التي لا تبعد منها حوالي 13 كيلومتر هوائي يمكن رأيها في العين المجردة. وصفوها حيث اكتشفنا مجمع من الكنائس يسمى كنائس مجمع كنائس يوحنا المعمدان، هي كنيسة واحدة تم إعادة إنشائها لخمس مرات لأهميتها، يعتقد أنها هي موقع عماد السيد المسيح عليه السلام، هي ضفة النهر موجودة في الموقع حاليا. الدلالة الثالثة هي كنيسة في خاطر الفسيفسائية في كنيسة روم أرثوذكس في مدينة مادبا التي تعود للقرن السادس الميلادي، التي توضح فيها المواقع الدينية بيبليكال سايتس ان ذا اريا اوف ذا ايست، وهي تحدد فيه موقع عماد المسيح ودلالتها بسمكتين الى الموقع هذا الموقع. الدلالة الرابعة اللي دائما نقول عنها احنا لم تكتب هي اهل المنطقة، استعنا في شيوخ
والمعمرين من هذه المنطقة وصفوا لنا ما قبل 60-70 سنة ماذا كان يوجد وهذا ساعدتنا جدا على بعض المكتشفات الأثرية، ومنهم آخر واحد رحمه الله كان عمره 29 سنة توفى في العام الماضي، اللي كان هو مساعد كبير لنا لاكتشاف هذه المواقع، لكان عبارة عن دليل معاصر لبعض المنشآت اللي كانت موجودة. طبعا هذه جميع المواقع دمرت إما لأسباب الزلازل أو فيضانات نهر الأردن. في عام 2002 تشكلت هيئة موقع المختص في رأسها صاحب السمو الملكي أمير غازي بن محمد المعظم، وشكل الهيئة مجلس أمناء تقوم على وضع السياسات والتوجيهات لإدارة هذا الموقع. طبعا يعتبر موقع المختص والمواقع الدينية تم إعلانه موقع محمية دينية أثرية تراثية دينية. يعني الحمد لله نجحنا خلال 10 سنوات الماضية أو 9 سنوات الماضية في إعادة البرية، الحياة البرية للموقع. إحنا أول ما جينا كانت المنطقة عبارة مستنزفة بيئيا، الحمد لله نجحنا في إعادة النظام البيئي الإيكو سيستم الفاونا والفلورا تاع الموقع، الحمد لله رجعناها. هلا نلاحظ الطيور، وجدنا النيتف تريز أو الشجيرات أو الشجر الأم نسمي عنه بدأ ينبت في هذه المنطقة، والحيوانات البرية عادت والطيور عادت إلى هذا الموقع كما كانت في الماضي. وهذه من أهم مهام هيئة موقع المختص كما ترون، هو الحفاظ على أولاً برية موقع جحنا المعمدان، هذا الثيم تاع الموقع، بالإضافة عدم المساس في بيئته. طبعاً عدم المواقع اللي شفناها فوق المباني، جميع المواد المستعملة في هذه المنطقة وصولاً لنا الأردن، المواقع الدينية هي مواد أولاً رفيقة بالبيئة حسب المواصفات والستاندرز العالمية، بالإضافة إلى كل المواد اللي استعملناها هي لا تؤثر على معاني الموقع. هو الهم تاعنا هو الحفاظ على بريته وحد المعمدان، هذا هو الثيم تاع الموقع. والحمد لله راح تشوف اذا زرتوا هذا الموقع انه جميع المواد المستعمله هي الاحجار الطبيعيه، الحصمه، تربه السيل في الممرات. احنا مشروعنا حكينا عنه اطلقناه في عام 99، مشروع تطوير مقص للمسيح عليه السلام، تكون اول شيء من عملنا مركز زوار يحتوي على مطاعم، محلات تحف الشرقية، في مهابط الطيران العمودية، مواقف السيارات، المرافق الصحية. طبعا ضربت المواقع الأثرية فيما بينها 11 موقع حدثنا عنهم، قمنا بإنشاء منظومة الطرق الدورانية وممرات دورانية بحيث يتسنى للزائر أو الحاج بزيارة الموقع باستعمال هذه الممرات. طبعا احنا من هو المنطقة للمواقع ممنوع دخول أي آلية أو سيارة، يعني جميع الحجاج يمشون على الأقدام. طبعا عندنا سيارات كهربائية لكبار السن أو في حالات الخاصة يتم استعمال لنقل الزوار إلى المواقع الدينية والأثرية. ولكن كل المعايير المستعملة في هذا الموقع الحمد لله استعملناها هي حسب اليونسكو ستاندرد والستاندرز العالمية، بالإضافة إلى التعميد. إحنا نقوم بجر مياهنا من الأردن، بضخ مياهنا من الأردن وبضخات خاصة إلى محطات تحلية وتنقية حتى تنقية هذه المياه، ومن ثم بعد تنقيتها نقوم بإسالتها لهذه البرك لغاية التعميد. يمكن الناس تعمدوا في هذه البرك، في عندنا جرن للتعميد بقرب نهر الأردن، أجران خاصة للتعميد، وممكن التعميد مباشرة في نهر الأردن، تلقى الخيار للجميع. طبعا احنا عملية بعد عملية التعميد يتم إعادة ضخ هذه المياه إلى وادي الخرار ومن ثم نهر الأردن للحفاظ على النظام البيئي تاع الموقع، وهذا مهم جدا انه عدم المساس في بيئة وطبيعة هذا الموقع. ليش طول عليكم يا سيدتي، نرحب فيكم مجددا في موقع عماد المسيح، اصحاب السعاده والحضور اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. المسلمون والمسيحيه اخوه، نعم انا اعرفهم عندنا في الصلب والكرك ومادبه وعجلون وغيرها من بقاع الاردن أخوة في الرضاعة، فيقال أن فلان أخت فلان بالرضاعة، فيوصل الأخ أخته في مناسباتها دون حرج أو تعصب أمام إعجاب وتقدير أبناء الوطن. نعم هذه أجواء المحبة الحقيقية. كلمة الأب الدكتور حنا كلداني أمين عام إقرانية الليتين، فليتفضل مشكورا. صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة المعظمة، أصحاب المعالي والسيادة والعطوفة، أيها الحفل الكريم، نلتئم اليوم في المختص ويتم في أردننا الحبيب حوار وطني كريم لرسم معالم مستقبل مشرق، وينعم وطننا الغالي بحالة تعايش نادرة وتواصل بين مكوناته
في إطار من الاحترام والحب والتعددية والحرص على المصلحة العامة والخير العام، وتتردد على مسامعنا في هذه الأيام مصطلح سياسي جديد غريب على قاموسنا الأردني، مثل اصطلاح المولاة والمعارضة الذي وصل إلينا عبر الحدود وقرأت عنه في الصحافة، ولم ينبع من ذاكرتي في الطفولة، ولم أره على ميدان الدوار الثالث منذ ستينات القرن الماضي، بل رأيت هناك وأنا طفل شعار الله الوطن الملك الذي غدا من مكونات الشخصية الأردنية، والمولاة والمعارضة تفترض طرفا ثانيا لتكون واقعا على الساحة السياسية. أما نحن في الأردن فلسنا يدا واحدة وحسب، بل قلب واحد، وحب الأردن في قلوبنا قديم كنهر الأردن وجبال الصلد، وعتيق كسهول إربدة وقلعة الكرك، وجميل ومتحدن كسمرة النشامة والنشميات. وهذا الحب أخذ صورة حديثة عريقة